أهلا بحضراتكم. أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم مع منافسات بطولة العالم لكرة اليد للشباب، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الصربي اليوم الأربعاء في دور 16. كان الفراعنة قد وصلوا عروضهم الرابعة في البطولة المقامة في إسبانيا بتحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول، وحقق الفراعنة انتصارهم الخامس على التوالي على حساب منتخب فرنسا بنتيجة 37-32 في ختام دوري المجموعات. وتصدر منتخبنا الوطني المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزه على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.